بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 31. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك بكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا عند باب الأذان، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام لصلاة الفجر، وأنه كان إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، بلال رضي الله عنه، وكان يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، ثم عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يؤذن إذا طلع الفجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، فإن بلالا يؤذن بليل. فإذا أذن ابن أم مكتوم فإنه كان يؤذن على الصبح، لأنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم من ناحية الصيام. أما من ناحية الصلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن ابن أم مكتوم صلى ركعتي راتبة الفجر، ثم يضطجع بعدهما قليلا حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة فيقوم ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لأن الأذان عبادة، والعبادة الأفضل أن تؤدى على طهارة، وليس هو من باب الوجوب، فيجوز أن يؤذن وهو على غير طهارة، ولكن الأفضل أن يكون على طهارة. نعم. قال أحمد: في الذي يؤذن قبل الراتب لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. قال عبد العزيز بن رفيع: رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة، قال: فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام.
هذا فيه دليل على أنه لا يؤذن في المسجد الذي له مؤذن راتب إلا بإذنه أو عذره، فلا يجوز لأحد أن يتطفل عليه، كما أنه إذا كان للمسجد إمام فلا يجوز لأحد أن يصلي بدله إلا بإذنه أو عذره، وهذا من باب الأدب الشرعي واحترام الاختصاصات ووضع الأمور في مواضعها ومنع اجتهاد المجتهدين الذين يجتهدون من غير مسوغ شرعي. نعم. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين. بلال كان يؤذن على ظهر بيت، لأن ذلك أبلغ في امتداد الصوت وإيقاظ الناس من النوم، وكان يصلي الراتبة في مكانه بعد الأذان، ثم يأتي إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته يأتي ويقيم الصلاة، ولهذا قال: لا تسبقني، يعني انتظر حتى أجيء. نعم. وقال ابن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. نعم، ابن الحويرث جاء مع جماعة من طلبة العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهليهم لطلب العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم في الصفة، وهي مكان أو حجرة في المسجد ينزل فيها الضيوف الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا عنده مدة وتعلموا فيها، ثم أذن لهم في الانصراف إلى قومهم لتعليمهم وإمامتهم وإرشادهم، فجاءوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم عند سفرهم، فأوصاهم قال: إذا حضرت الصلاة، يعني دخل وقتها، فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد كبير أو صغير يجزي أذانه من المميز وما فوق، ولكن الإمام اشترط لها صلى الله عليه وسلم، فقال: وليؤمكم أكبركم، فدل على أن الإمامة يقدم فيها الأقرأ ثم الأفقه في صلاته، في أحكام صلاته، فإذا استووا في العلم والفقه يقدم الكبير السن، يقدم كبيرهم سنا لأنه يكون أقدمهم أخذا للعلم والعمل، العلم والعمل، الكبير يكون أفضل لأنه هو الأقدم في العلم والعمل. نعم. وفي البخاري: فأذنا ثم أقيما. وهذا فيه دليل على أن المسافر في البرية وفي الطريق أنه إذا حضرت الصلاة يؤذن ولو كان واحدا. نعم. وقال علقمة: والأسود دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. علقمة والأسود النخعيان، وكانا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهما، فصلى بهم ابن مسعود بلا أذان ولا إقامة، ولعل هذا كان في سفر، ففيه دليل على أن المسافر لو ترك الأذان والإقامة
فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن يؤذن ويقيم. نعم. وعن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة. نعم، إذا دخل جماعة متأخرون وفاتتهم الصلاة مع الجماعة فإنهم يصلون جماعة ولا يتفرقون في الصلاة، هذا إذا لم يقصدوا التأخر من أجل تفويت الجماعة الأولى، لأنهم قد يرون أن الجماعة الأولى أنها فيها نقص أو أن فيها خللا، فلا يكون عند الإنسان حزازات من هذا النوع، فإذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي مع الجماعة ولا ينعزل عنهم، ولا يجوز هذا، ولا يجوز أن تقام جماعتان في مسجد إذا كان هذا مقصودا. أما إذا كان جاءوا يريدون الصلاة ولكن فاتتهم الجماعة فإنهم يصلون جماعة أخرى، لأنهم لم يقصدوا الافتراق على الإمام الأول ولا على الجماعة الأولى، وإنما فاتتهم الصلاة فيصلونها جماعة، ويكون هذا من باب العذر في إقام جماعة ثانية في المسجد، لأن الجماعة الأولى فاتت ولا يصلون فرادى. وفي هذا الحديث أنهم يؤذنون أيضا ويقيمون، يقيمون لا بأس لكن يؤذنون، هذا ربما يشوش على الناس، لكن ربما يكون الأذان بصوت منخفض لا يسمع، ما إذا كان بصوت مرتفع فإنه يشوش على الناس ومن حول المسجد. نعم. وقال عروة: أذانهم وإقامتهم تجزئ من جاء عمن جاء بعدهم. وقال عروة بن الزبير: أذانهم وإقامتهم. نعم، عروة بن الزبير رضي الله عنه قال إن أذان المؤذن المسجد وإقامة إمام المسجد تكفي عن إقامة أذان وإقامة من جاءوا بعدهم وفاتتهم الصلاة، وهذا هو الأولى لئلا يحصل تشويش في البلد. نعم. وروى أبو داود مرسلا أن الذي رأى عبد الله بن زيد استقبل وأذن. أن الذي رأى يعني رأى الأذان في النوم، عبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان في النوم وجاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع صوتا، فأذن به بلال، سمعه عمر رضي الله عنه وجاء وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل هذا. نعم. وأذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم، هذا فيه أن المسافرين يصلون جماعة ويؤذنون كما هو في الحضر، لكن لو حصل ليلة باردة أو نزل مطر فإن لهم الرخصة أن يصلوا في رحالهم، فإذا أذن المؤذن يقول: صلوا في رحالكم، كما أمر به ابن عباس، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لما استنكر عليه بعض الناس. نعم. وروى أبو داود عن عروة عن امرأة من بني النجار قالت:
كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. نعم، هذا بلال رضي الله عنه كان يؤذن على ظهر بيت مرتفع، أرفع بيت حول المسجد، وهو بيت هذه المرأة، وكان ينظر طلوع الفجر، ففي دليل على أن المؤذن لا يؤذن إلا على طلوع الفجر. وإذا كان هناك من يؤذن قبله لأجل يستيقظ الناس ويسمى بالأذان الأول فلا بأس، وإلا فالأذان الذي على الوقت لا بد منه هو الأذان الواجب. وكان يدعو على قريش الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المهاجرين من مكة، كان يدعو عليهم ويدعو لهم أن يقيموا دين الله عز وجل. نعم، لأنهم أولى بذلك، لأن قريشا أولى بذلك، لأنهم جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه، ولأنهم في مكة المكرمة أشرف بلد على وجه الأرض. نعم. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. لا بأس، يعني هذا يدل على جواز أن يتكلم في الأذان إذا كان لحاجة أو كان لغير حاجة، وأن يتبسم أيضا لا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الأذان. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله وحفظه.